ولنقاش ملف فشل القطاع الصناعي في العراق وإسهام إيران في ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. توقف قرابة 200 ألف مصنع عن العمل بشكل كامل في العراق. كيف انعكس توقف مثل هذا الرقم من المصانع على الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال؟ بالتأكيد عندما تتوقف هكذا عدد كبير من المصانع سيعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، ويجعل العراق بدل أن يكون بلدا منتجا يكون بلدا مستهلكا، وبلد بدل أن يتطور اقتصاده ويكتفي ذاتيا إلى بلد مستورد ويعيش أزمات اقتصادية. فالأمر طبيعي جدا عندما تغلق مثل هذه المصانع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، صناعات تحويلية أو صناعات أولية، مهما تكون هذه الصناعة فهي تخدم المنتوج الوطني وتخدم العملة الوطنية والاقتصاد الوطني. فإيران أو بمساعدة إيران عندما أغلقت هذه المصانع أكيد عكست سلبا على الاقتصاد الوطني العراق. نعم. لجنة الاقتصاد النيابية تحدثت عن وقوف شخصيات متنفذة في مسار تطوير الصناعة خدمة لمصالحها، من هي هذه الشخصيات برأيك ولمن هي تابعة؟ يعني أولا إذا أريد نتكلم عن هذه الشخصيات، هي كتل وليس شخصيات على شكل أفراد، هي كتل سياسية هيمنت على القرار العراقي بمساعدة إيران. وسيطرة إيران على القرار السياسي والأمن العراقي أكيد سيأتي السيطرة على الاقتصاد العراقي تباعا، وستجد لها إدارة للدولة العراقية تلتزم وتطيع بقراراتها المجحفة ضد الاقتصاد العراقي. فالمسألة هي ليست مسألة أفراد بقدر ما هي مسألة حكومات ومسألة كتل تبرز منها بعض هذه الشخصيات. وللأسف أنه كثير من الشخصيات كانت جزء من هذا المشروع، وعندما تركت السلطة أصبحت تنتقد هذا المشروع وأصبحت هي معارضة له في الوقت التي كانت ساكتة أو مؤيدة لمثل هذه المشاريع. أكثر ما نسمع من تصريحات هي من مسؤولين إما تركوا المنصب أو يعني لم يحصلوا على مقعد أو دور في الحكومة الأخيرة، فنجدهم أكثر نقدا لهذا الحال في الاقتصاد العراقي والهيمنة الإيرانية على الاقتصاد العراقي. نعم. في هذا السياق كان نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي تحدث علنية أن طهران ترفض تنفيذ أي مشروع في العراق، كيف يفسر الموقف الإيراني في هذا الصدد؟ هي الهيمنة الإيرانية التي أصبحت يعني جهارا نهارا معلومة لدى القاصي والداني على القرار العراقي، وأنا ذكرت أنه إذا هي مسيطرة على القرار السياسي فبالتأكيد ستسيطر على القرار الاقتصادي. لكن أين كان بهاء الأعرج عندما كان نائب رئيس الوزراء؟ لماذا لا يطرح مثل هذه التصريحات إلا عندما يترك المنصب أو يخرج خارج البلد ثم يتكلم؟ هو هذا الذي يؤخذ على المسؤول العراقي، لا يتصرح بأي شيء إلا بعد تركه للمنصب. عندما كان في المنصب هو كان خادما للمشروع الإيراني. فالهيمنة الإيرانية على العراق أصبحت هيمنة كاملة مطلقة على الاقتصاد السياسي، على القرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، بل سيطرت على الجغرافيا العراقية تقريبا شبه كاملة ما عدا مناطق بسيطة جدا ما زالت هي تسعى للاستحواذ عليها والسيطرة عليها. في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاتهامات الموجهة للحكومة بعدم امتلاكها لأي رؤية لبداية الحل، برأيكم كيف يمكن تقييم تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذه الأزمات، ولماذا لم تتوصل أي منها لحل؟ يعني هي الأزمات متوالية، الحكومة الحالية والسابقة تتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد العراقي. يعتقد العراق مقبل على إفلاس كبير جدا بسبب سوء الإدارة الملف الاقتصادي وسوء إدارة الموارد المالية التي تدخل إلى العراق. إذا كان 200 ألف مصنع معطل والزراعة معطلة يعني بحيرات الأسماك تسمم ومسؤول فاسد والفساد الإداري والمالي أصبح على أعلى مستوى في الدولة العراقية، فبالتالي يعني النتيجة طبيعية أن يكون هناك إفلاس وهناك مشكلة اقتصادية كبيرة سيدفع ثمنها الشعب العراقي.
لجنة الاقتصاد النيابية تحدثت عن مليارات دنانير تذهب لصالح مصارف مرتبطة بشخصيات نافذة في الوسط السياسي. برأيكم إلى أي مدى تسبب الفساد في تعميق الأزمة المالية التي يعيشها العراق في مختلف مؤسسات الدولة اليوم؟ يعني الفساد هو أصل المشكلة الاقتصادية في العراق، والفساد الموجود هي المستفاد منه إيران وبعض الشخصيات الفاسدة. إيران عندما فرضت عليها عقوبات جعلت من العراق الحديقة الخلفية لها، وعالجت أغلب مشاكلها الاقتصادية من خلال العراق. فحتى العقوبات الاقتصادية على إيران لم تؤثر عليها كثيرا بسبب هيمنتها على الاقتصاد العراقي. فالأمر سيال وأمر سيستمر على هذا إن لم يكن هناك حكومة وطنية تستطيع أن تحد من الهيمنة الإيرانية. والحكومة الوطنية لا يكون بمفردها ما لم يكن هناك وقفة شعبية معها، مع موقف دولي ساندا لها. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.